مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. في عيد الجمهورية 55 الرؤساء الثلاث يؤكدون للمجلس التأسيسي على أهمية التوافق. في ندوة صحفية المعهد العربي لحقوق الإنسان يقدم عهد تونس للحقوق والحريات. اتساع رقعة الاشتباكات في مدينة حلب والنظام السوري يعيد ترتيب أوراقه الأمنية. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 55 لأعلان الجمهورية عقد المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم جلسة ممتازة ألقى خلالها الرؤساء الثلاث كلمات بحضور العديد من قادة الأحزاب السياسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس. رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أكد في كلمته ضرورة تضمين قيم الجمهورية في الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى وجوب قيام هذا الدستور على أساس أكبر قدر ممكن من التوافق. إن الشعب التونسي يراقب عملنا وهو اليوم على درجة عالية من الوعي السياسي والاجتماعي والفكري. انتظاراته كثيرة في الجهات وعلى مستوى جميع الفئات. أمام المجلس الوطني التأسيسي تحديات كبيرة في صياغة دستور جديد يقوم على أقصى درجات التوافق ويحمل قيم الثورة في الكرامة والحرية والعدالة. دستور جديد يحفظ قيم الجمهورية ويصون المكاسب ويحافظ على الثوابت الأساسية للشعب التونسي ويضمن الحقوق والحريات ويؤسس لدولة القانون ويوكد أركان الحكم الرشيد. إن من أهم قيم الجمهورية التي سيرتكز عليها الدستور الجديد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها وتستبد بالمحكومين استبدادا ينتهي بالقضاء على حرية الأفراد وعلى حقوقهم. من ناحيته أشار رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي إلى ضرورة الإسراع حال وضع الدستور بتنظيم الانتخابات في 20 مارس 2023 من باب الالتزام بالوعود حيال الشعب. مسؤوليتنا جميعا أن نحمي ديمقراطية الوضع. إن الديمقراطية في شكلها السياسي لا تبنى فقط من فوق عبر مؤسسة الوضع وكان هذا المجلس المؤقت حتى تروي جذورها عميقة في المجتمع يجب أن تكون أيضا قاعدية عبر وجود المجتمع المدني القوي ومن جهة أخرى عبر وجود مؤسسات محلية تمكن المواطنين من المشاركة في أخذ القرار وتنفيذه وتقييمه مثل المجلسيات والمجالس الجهوية. إن حالة التسيب التي نشهدها في مستوى النظافة والخدمات في كثير من قرانا ومدننا هي نتيجة التأخير في إنجاز هذه الديمقراطية القاعدية الضرورية. لذلك يتطلب الواجب حال وضع الدستور وتنظيم الانتخابات في وقتها أي ربيع 2013 على أقصى تقدير كما وعدنا الشعب وكما يجب أن نلتزم بهذا الوعد أن نسارع لتنظيم الانتخابات البلدية حيث كل تأخير فيها إهدار ونطاقات نحن بمس الحاجة إليها من الصراع المشترك. هذا وأكد رئيس الحكومة المؤقت حمد جبالي من جهته على أهمية الانتخابات القادمة كمنعرج هام في بناء الجمهورية مبينا أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية أملا أن يحظى بالتوافق ويؤسس لتجربة انتخابية ثانية ناجحة في 20 مارس من السنة القادمة على حد تعبيره. إن تقدمنا في بناء الجمهورية الثانية مشروط بنسب تقدمنا في القطع مع الماضي بكل أوجه السلبية من خلال العدالة الإيطالية الشفافة المحدثة المحاسبة المنصفة والمصالحة تفتح المجال لتحقيق أهدافنا. دستور التوافق إن أهمية الدستور الجديد لا تكمن فقط في المصادقة عليه من طرف مجلسكم الموقر وإنما أيضا في انخراط الجميع في نقاش قضاياه الكبرى والتعبير عن إرادة العامة لشعبنا بصور ديمقراطية في إطار المصالحة المطلوبة بين قيمنا الخالدة وقيم الحديث.
ان توافق التونسيين على الدستور الجديد يمثل من اساس الضامن الحقيقي لاحترامه والعمل بمفرده. واعتبارا لاهميه الانتخابات القادمه كمحطه مفصليه في بناء الجمهوريه الثانيه، اعادت الحكومه مشروع قانون متعلق بالهيئه الوطنيه المستقله للانتخابات وفق المعايير الدوليه وبعد مشاورات مع اطراف وشخصيات عديده. املنا كبير في ان يدور حول هذا المشروع وغيره من المقترحات الاخرى التي شجعنا المبادرين بها على عرضها على مجلس المنطقه حوارا وطنيا جادا ومسؤولا ينتهي بنا الى توافق متين يؤسس لتجربه انتخابيه تاليه ناجحه. ونجدد في هذا الاطار مقترحنا بان تجري الانتخابات القادمه يوم 20 مارس 2013. نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق. تحتفل تونس بالذكرى 55 لإعلان الجمهورية، ذكرى يحتفل فيها التونسيون للمرة الثانية بعد ثورة 14 جانفي 11 و2000. ففي مثل هذا اليوم من سنة 57 و900 و1000 ألغى المجلس التأسيسي المنتخب النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري، فصارت بمنجبه الرعية مواطنين ومواطنات، وحل الوطن مكان الديار، وغاب التفريق بين الخاص والجمهور. إعلان للجمهورية يأتي بعد أقل من عام من حصول تونس على استقلالها في 20 مارس 56 و900 و1000. إعلان للجمهورية شكل منعطفا حاسما في تاريخ البلاد، علق عليه الشعب ونخبه الواعية آمالا واسعة للمضي بإرساء دعائم الدولة الوطنية الحرة وبناء الحداثة التي تخرجنا من الهامش إلى متن الحضارة المعاصرة. فكانت السيادة الشعبية المعلنة في الجمهورية هي ثمرة نضال وليس انقلاب، وهي حكم للتاريخ على نظام ملكي فقد شرعيته آنذاك. جاء إلغاء الملكية وإسقاط العائلة الحسينية بداية إعلان الجمهورية، فقد تتالت منذ سنة 56 و900 و1000 النصوص القانونية لتقليص اختصاصات وصلاحيات الباي والحد من الامتيازات التي يتمتع بها، ليسقط العرش الحسيني في 25 من جويلية 57 و900 و1000. جمهورية تعني فيما تحمله من معاني نظاما سياسيا يكون فيه السيادة بيد الشعب يباشرها عن طريق ممثليه المنتخبين، فالحكم فيها ليس وراثيا في رأس السلطة التنفيذية وعند السلطة التشريعية. نظام جمهوري أفسدت ملامحه طيلة 23 سنة، حكم رئاسوي استبدادي فردي لشخص واحد أو حد لشخص المخلوع، فأظهر الخطأ في فهم النظام الجمهوري قائما على استبداد المستبد، لكن هيهات من ثورة الشعب. اليوم وبعد مرور 55 سنة على إعلان الجمهورية، تحتفل تونس من جديد بهواء الحرية لتواصل رسم ملامح النظام الجمهوري في الخريطة السياسية الجديدة للبلاد، بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية والأيديولوجية. عهد تونس للحقوق والحريات هي الوثيقة التي أعلنها عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية وبالتجاور مع عدد من المنظمات الحقوقية والنقابية. اليوم في مناسبة عيد الجمهورية أعلننا على هذا العهد على أساس أنه قلنا أنه عيد الجمهورية هو مناسبة تذكرنا باستقلالنا من الاستعمار، تذكرنا بأنه عديد المنجزات وقع إنجازها في مجال الأسرة، المرأة، الصحة، التعليم في العقود الماضية، ولكن بقى دائما بناء الجمهورية وبناء الأسس الجمهورية بدأ دائما منقوص من منظومة حريات وحقوق اللي تدعم هالمكتسبات هذه وتحمينا، يعني تحمي البلاد من أي ارتداد ومن أي يعني نوع من انعدام الأمن وغيره. فقلنا أنه هذا العهد يقترح أنه حقوق الإنسان والحرية تكون في قلب عملية الانتقال الديمقراطي. الوثيقة التي أعلن عنها اليوم عنها الأستاذ عبد الباسط مدير المنظمة المعهد العربي لحقوق الإنسان تعكس في جزء الأكبر منها انتظارات معناها العديد من مكونات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل في طليعة هذه المكونات. الاتحاد لا يمكن أن يكون إلا إلى جانب الحقوق الفردية والجماعية.
عهد تونس للحقوق والحريات، الوثيقة التي ينوي القائمون على صياغتها تقديمها إلى المجلس الوطني التأسيسي، تحتوي على 9 مواد تضمن حق الإنسان في الحماية والأمان والحياة الكريمة والحق في المساواة وعدم التمييز، إلى جانب عديد الضمانات التي تحمي هذه الحقوق. علاش حنا سميناه عهد؟ على خاطر في العهد فما التزام. الالتزام ما يكونش بالضرورة التزام قانوني، هو التزام معنوي، يعني أنا وانتي وكل الأطراف السياسية والمدنية والمواطنين والمواطنات يلتزموا باللي يجي في العهد باش يحترموه ويضمنوه لكل المواطنين والمواطنات. والعهد هذا وقت اللي فكرنا فيه حبينا نجدوا، ما نقدموش الحقوق كما هي، يعني كما تم الاعتراف بها في النصوص الدولية اللي صدقت عليهم الدولة التونسية، لكن حبينا نقدمهم بالعائلات الحقوق. يعني كتشوف مثلا الحق في التنمية الإنسانية، على خاطر نعتبروا أن التنمية الإنسانية هي توا التنمية اللي تجي من الإنسان لفائدة الإنسان واللي يصنعها الإنسان، طبعا يعني التنمية اللي تخدم الإنسان. تجاوز حجم خسائر الخطوط التونسية 100 مليون دينار خلال سنة 11 و2000، فيما تراجع عدد المسافرين بنسبة 14% وعدد ساعات الطيران بنسبة 15.3%، أما عادة الاستغلال فقد تراجعت بنسبة 4.8%. وأرجعت ناجي الغربي الكاتبة العامة للخطوط التونسية هذه الحصيلة السلبية إلى ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 32% وتكاليف التأمين بنسبة 38.6%، وقالت أن سنة 11 و2000 تميزت في المقابل بتدعيم الموارد البشرية في مجمع الخطوط التونسية من خلال انتداب 800 عون جديد. وأشارت المسؤولة من جهة أخرى إلى تقادم أسطول الشركة التونسية الذي يضم 32 طائرة تتراوح أعمارها بين 8 سنوات و21 سنة. هذا وأطلقت شركة سنة 2008 برنامجا لتجديد أسطولها عبر اقتناء 16 طائرة جديدة على امتداد 12 سنة. تحول الوفد الرياضي الرسمي التونسي بعد ظهر الثلاثاء إلى لندن، حيث تشارك تونس بداية من 27 من جويلية الجاري في دورة الألعاب الأولمبية في لندن. وضم الوفد الذي سافر الثلاثاء من مطار تونس قرطاج الدولي لاعبي المنتخب التونسي لكرة اليد والمنتخب التونسي لكرة الطائرة وأعضاء المنتخبات الوطنية للملاكمة والتنس والأشرعة وعدد من أعضاء الإطارات الطبية وشبه الطبية والفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية، إلى جانب بعض أعضاء الوفد الرسمي من الإداريين. ويذكر أن الوفد التونسي يضم 145 فردا. وفي أخبارنا العالمية، اقتحمت القوات النظامية السورية حي القدم والعسلي جنوب دمشق وسط اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري الحر لاستعادة السيطرة على الأحياء التي تسللوا إليها. تأتي هذه التطورات بعد يوم دام سقط فيه 182 قتيلا بنيران الجيش النظامي، معظمهم في حما وحلب وريف دمشق وحمص ودرعة. كما تتواصل عمليات القصف والاشتباكات في حلب مما أدى إلى سقوط 52 قتيلا. في المقابل أجرى النظام السوري سلسلة من التعيينات الأمنية بعد أقل من أسبوع على مقتل 4 من كبار قادته الأمنيين. قررت أنقرة غلق معابرها الحدودية مع سوريا اعتبارا من اليوم لأسباب أمنية، بعدما سيطر مقاتلون معارضون سوريون الأسبوع الماضي على عدد منها من الجانب السوري ولدى السيطرة على باب الهوى على مسافة 50 كيلومترا غرب مدينة حلب. تم نهب 30 شاحنة تركية وإحراق 9 منها. أعلنت روسيا رفضها للعقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على سوريا ووصفتها بأنها حصار بري وبحري سيأتي بنتائج عكسية. بالتزامن مع ذلك انتقدت روسيا عدم إدانة الولايات المتحدة الأمريكية لتفجير مقر قيادة الأمن القومي بدمشق مؤخرا، وقالت إن ذلك تبرير مباشر للإرهاب. ودانت الخارجية الروسية العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بحق سوريا وتنص على تعزيز إجراءات حظر الأسلحة التي تنقلها السفن والطائرات. Pan ministr rád byl předen, varoval jsem o tisten, je to moje ryzí soukromá záležitost. Zaslouží si to. Pane doktore,
tady to vyřizovat nebudem. Vy jste mě napadl z baběle ze zadu. Proč jste se mi nepostavil jako chlap čelem? Vy jste z baběle. نهاية هذا العرض الإخباري وهذا تذكير بالعناوين. في عيد الجمهورية 55 الرؤساء الثلاث يؤكدون للمجلس التأسيسي على أهمية التوافق. في ندوة صحفية المعهد العربي لحقوق الإنسان يقدم عهد تونس للحقوق والحريات. اتساع رقعة الاشتباكات في مدينة حلب والنظام السوري يعيد ترتيب أوراقه الأمنية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.